اليوم كان لي الشرف باش نحضر في هذه الندوه الممتازه اللي نظموها المقاولون الشباب في اطار ما يسمى بالسي جي دي، واللي فعلا كتعبر على الوعي اللي كاين عند هذه الشريحه من المجتمع فيما يخص الامور اللي عندها علاقه مع التنميه المستدامه ومع الحفاظ على البيئه بصفه عامه. وهذا الشيء الحمد لله جاي في السياق ديال التعبئه الكبيره اللي كتعرفها بلادنا في اطار الاعداد الكوب 22 اللي غتكون ان شاء الله في مراكش في نوفمبر المقبل. والحمد لله حنا استشعرنا باللي كاين واحد الوعي وكاين واحد الحماس وكاين واحد الاهتمام بكل ما يتعلق بالتنميه المستدامه والاقتصاد الاخضر. وكيف كتعرفوا المقاولين الشباب هما الركيزه المستقبليه من اجل خلق فرص الشغل، من اجل خلق الثروه اللي بالحقيقه كتجسد واحد المقوله اللي كنقولوها، وان هذا الشيء ديال التحدي ديال التقلبات ولا التغير المناخي هي في الحقيقه فرصه لخلق الثروات، لخلق الشغل، لخلق الاستثمار. والحمد لله شفنا ولاحظنا بالطريقه باش هاد الناس هادو كيفكروا بالقيم اللي كيتعاملوا بها في العمل ديالهم، باللي الحمد لله الامل موجود. طبعا كاين واحد المجموعه ديال الاكراهات اللي خصنا نتجاوزوها اللي عندها علاقه بالحصول على التمويلات، بالتواصل مع الاداره مع القطاع الخاص، لكن كنظن كاين جميع المكونات اللي غادي تجعلنا اننا نكونوا مطمئنين على المستقبل ديال هذه الامور وعلى الامكانيه ديال تطوير هذا المجال، وخصوصا بالنظر الامكانيه ديال المرور باش المغرب يلعب الدور ديالو كقاطره في افريقيا وكذلك في البلدان الناميه. والحمد لله هذه كتعزز هذه الرؤيه اللي عندنا واللي الحمد لله غاديين فيها، وكنظن هذا من بين المراحل اللي كتبين التعبئه والاستعداد للمؤتمر 22 في مراكش ان شاء الله.